مكبوت 14 سينطلق إلى كوكب الأمامير. مكبوت 14. انا عرفت خلاص ايه المشكله في الصاروخ ده اخيرا. قصة يعني القصه كلها محتاجه شويه قطع غيار بتاعتين صغيرين كده سهلين قوي قوي. احنا هنعمل ايه عشان لا انا يعني. كلمت دولا اتاكد دلوقتي بس جابهم ولا لا. طيب هيا دولا دولا. ايوه عملت ايه في قطع الغيار قلت لك عليها يا ابني؟ قلت لك هاتهم باي طريقه، ابعتهم باي ثمن مع اول بوسطجي جاي الفضاء. ايوه مستعجل مستعجل. بعتهم استاذ بعت قطع الغيار كله. طب ازاي ما طلبتهم؟ انا كتبتهم بالارقام على الكمبيوتر. ما ده بالكود اصلها مش اي حاجه يعني، يا رقم تجيبها بالظبط. برافو عليك استاذ، صدقني انت باين عليك هتغير الصوره السيئه اللي احنا رسمناها عنك. انت... لا 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 هتشوفي صوره جديده قوي من 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 دول. مرسي يا حبيبي يلا. ما نشوفكش في ظروف احسن. بيقولك شكل بتاع ال 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 ايه شكل البوسطجي هتلاقيه جاي. اه جرس بيضرب. ثانيه اهو البوسطجي جه اهو اهو. اهي البوسطه جت. حاجه غريبه قوي. لا في الفضاء انت فاكره نفسك ايه ده؟ راكبه عجله؟ ايه؟ جاب خيار بدل خيار. اديت واحده شنجعينه واحده. ايوه كده ماشي. دول جاب قطع خيار بدل قطع غيار. يا رب ارحمني يا رب. اكملك بدل ما احنا يجي لنا شلل مع الاستاذ دول. انا قلت خلاص غير الفكره. اما يوسف بقى ويعقوب عاشوا بقى كلهم عاشوا في مصر. بعد شويه مات فرعون وجه فرعون تاني، بس الفرعون التاني بقى كانش كبير. الاولاني اسمه فرعون وده التاني اسمه فرعون. ما فرعون دي شغلانه مش واحد اسمه فرعون. سوري. يعني زي ما نقول الرئيس. الرئيس ده ممكن يبقى اي اسم، دي وظيفه بس. جه فرعون تاني بس شرير شرير وبيكره شعب ربنا. لهم كتروا قال لك ايه ده؟ لا مش عاوز كده، انا عاوز اموتهم. ايه ده؟ بس ايه ما قدرش يموت الكبار، فقال هعمل حركه مش هعوز عيال يخلفوا عيال خالص. فراح كان زمان ايه الست اما تيجي تولد تروح لواحده ست تولدها كده، مش يروح المستشفى وبتاع. فراح ايه راح فرعون جاب الناس بتوع قال روح كل الستات اللي بيولدوا اعملوا قول لهم اي مره تولدوا بنت تقول لها لو بنت تعيش لو ولد تموتوه. بس هما كانوا حلوين قوي الستات دول اللي بيولدوا الستات، ما رضيوش خالص يعملوا كده عشان كان بيحبوا ربنا. عارفه ليه؟ ربنا كان بيحافظ على شعبه، بيحافظ على الولاد اللي بيتولدوا الصغننين. ذنبهم ايه الولاد يتولدوا كده؟ فرعون اتجنن كان متغاظ جدا، ابتدى بقى ايه يضطهد شعب ربنا، ابتدى يغلس عليهم ويخليهم بقى بيشتغلوا شغل كتير قوي وابتدوا يتعبوا جدا. غير فرعون بتاع زمان ده كان طيب قوي كان جميل. اخ ايام بقى خلصت. كان بقى يعقوب مات ويوسف مات وكل دول ماتوا. اشمعنى يقتلوا الولاد ويسيبوا البنات؟ عشان يبقى الشعب ضعيف كلهم ستات، مفيش حد بيحارب مفيش حد بيقتل. عشان ما يجيبوش اطفال تاني يعني. ما يجيبوش اطفال تاني دي حاجه، وفي نفس الوقت يبقوا كلهم ستات، فما مفيش حد بقى يقعد يعمل بقى يروح يقول لهم لا مش عاوزين واحد يتخانق واحد ما يعترضوش يعني ما يعملوش زي ثوره كده. لا, لا 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 فايه ابتدى بقى يغلس عليهم. بعد ما كان فرعون ده هو اللي قال ليعقوب تعالى وهات عيالك وهات كل الناس واداهم حته ارض وخلاهم يعيشوا. الغريب ان القصه بقت صعبه قوي بعد كده. ليه؟ لانه ابتدت تحصل مشاكل. أنا مشاكل في كل حاجه بقى. خيارات ايه دلوقتي؟ ده احنا بتاع الصاروخ الثاني. وانا كل ده قطعه الغيار هي اللي معطله الصاروخ. لو الاستاذ دولا ده طبعا. لو حابين تعرفوا اكتر عن قصتنا النهارده هتلاقوها في الكتاب المقدس في الشاهد اللي قدامكم على الشاشة. إذا كان عندك أي سؤال أو استفسار ابعت لنا على الإيميل ده. مكبوت 14